السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. عواشركم مبروكة، رجعت لكم اليوم فيديو جديد، وهذا الفيديو ان شاء الله متنوع فيه حية المطبخية ورمضانية بامتياز. غادي نفيدكم ان شاء الله في الشهر الفضيل، وكذلك بواحد الفطيرة او كيكة غنديروها ان شاء الله في هذه الآلة ديال البانيني، ممكن توجدوها في اخر لحظة لمائدة الافطار، تنوعوا بها المائدة ديالكم او ديروها لوليداتكم، كتجي هائلة وسهلة وسريعة. كنتمنى ان شاء الله هاد الحصه انها تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش باللايك وبارطاجي اللي عجبتكم، واللي باقي ما اشتركش اشترك وفعل الجرس باش دائما توصل بالجديد ديال الوصفات ديالي وديال النصائح والحيل. واللي كيهمو الامر بغى يتعرف على هاد الحيل وهاد الكيكه مالي اللي تبع الفيديو حتى الاخر، وفرجه ممتعه. غندوزو باذن الله. اول حاجه غادي تجيبوا الورق ديالكم كما تبعتوا معايا كاع في هاد النصائح، كذلك اللي نصحتكم على الاله ديال البانيني دائما باستعانه ديال الورق. غادي ديروا ليها الطريقه هذه، وممكن كذلك ما ديروش الطريقه تسرحوه غير مسرح وتجيكم فطيره وحده اولا كيكه وحده. انا بغيتهم يجيوني جوج، يعني بغيت ندير هنا وهنايا، وقلت لهم الطريقه هذه. وكذلك باستعانه غنستعانوا ان شاء الله بهذا العيدان العواد الخشبيه باش اننا نوقفوا الاله ديال البانيني في الاول حتى تشد راسها ان شاء الله ونحيدهم. غادي ندوزوا المقادير اللي غادي نحتاجوا لهاد الكيكه هي الاولى، من بعد ان شاء الله ندوزوا للحيل. غندوز معكم المقادير اللي غادي نحتاجو لهاد الفطيره هادي. غادي نحتاجو ليها جوج حبات ديال البيض بحراره المطبخ، غادي نحتاجو ليها ربع كاس ديال زيت المائده، ونص كاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الحليب، قبصه ديال الملح، 7 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، و7 غرام ديال السكرباني، والدقيق ممكن كاس ممكن كاس وربع على حسب حجم ديال البيض. غنقول لكم ان شاء الله الدقيق في الاخير شحال خدات معايا، واش كاس وربع ولا كاس. المهم انا هنا عبر كاس وربع. غندوزو دابا للطريقه ديال التحضير، غادي نديروها فقط بالدراب اليدوي، سهله وسريعه وفي متناول الجميع. كما كتشوفوا معايا غنحتاجو فقط هاد بحال هاد الانيه هادي والدراب اليدوي. غادي نديرو دابا البيض، غادي نبداو على بركه الله. بسم الله، غادي نجيبو البيض ديالنا، وغادي نديرو سكر سنيده، وغادي نديرو ديك الساشي ديال السكرباني. غادي ندرب هاد العناصر شويه حتى تغير لي اللون ديالهم، وغادي نطلقو باش نديرو تتيمه ديال التحضير. ودابا بعد ما بقيت كندرب حتى تغير اللون ديالو، ممكن ديروه في الخلاط الكهربائي اللي ما بغاش يدير بالدراب اليدوي على حساب الصيام اللي ما قدرش يدير شي مجهود. المهم انا كنبغي نسهل شويه بالنسبه لبزاف ديال الاخوات. غنضيف ربع كاس ديال زيت المائده، ودابا بعد ما ضفت الزيت غادي نضيف قبصه ديال الملح، غادي ندرب واحد شويه ونضيف الحليب كما كتشوفوا معايا. غنبداو دابا نضيفوا الدقيق شويه بشويه مع الخميره، مع الاستعانه بالصفايه دائما، دفعه بدفعه كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. غنستمر على هذه الطريقه حتى ندخل الدقيق مع الخميره. ودابا بعد ما حصلت على الخليط ديالي الى هذا القوام هذا اللي انا بغيت، كاس وربع اللي خدات معايا. بالنسبه لهاد الفطائر ديال الحليب، دائما الا لقيتوهم خلطوا لقيتو الدقيق زايد ولا الخليط ثقيل، تزيدوا ليه غير شويه ديال الحليب وكيرجع معكم جد رائع، يعني كنصيحه فقط. دابا ان شاء الله غندوزو نشعلوا الاله ديالنا، وغادي نفرغوا الخليط باش نخليوه يطيب وندوزو الحيل باذن الله. دابا غندوزو باذن الله نفرغوا الخليط ديالنا. بسم الله، كما كتشوفوا معايا غنفرغ في هاد هنا، وغنفرغ كذلك في هاد الاتجاه الاخر. غادي نحاول نقادها. ودابا بعد ما فرغت الخليط ديالي كما كتشوفوا الانيه راها فارغه، قديتو حاولت نقادو شويه من الجوانب. دابا ان شاء الله غادي نسدو عليها باش تطيب معنا. فاش غادي تطيب ان شاء الله غادي نتلاقى معكم الشكل النهائي ديالها. وقبل ما غادي نسد عليها غادي ندير واحد العود من هاد العيدان الخشبيه باش انه تتشد راسها عاد نضغط عليها بهذا الشكل هذا. كنتمنى ان شاء الله هاد الحيله انها تنال الاعجاب ديالكم. غادي نحاول نهبط الورق باش ما باش نسد عليها. صافي، غادي نخلي الفطائر ديالي طيبو ونتلاقى معكم ان شاء الله. غندوزو دابا للحيل.
ندوز الحيل باذن الله. بعد ما خلينا دابا الفطيره ديالنا في الاله ديال البانيني كطيب، اول حيله باذن الله وهي البيض البلدي. البيض البلدي دابا في الشهر الفاضل كنبغيوه بزاف بزاف بزاف، كنبغيو نستهلكوه. بزاف ديال الاسر كيبغيو يشريو البيض البلدي ولكن كيخافوا من انه يفسد معهم ولا يضيع معهم الا شراو كميه كثيره. دابا ما تخافوش ان شاء الله، اللي بغى يقتني كميه كثيره يشريها، اللي بغى المهم ما ديروش كاع في الثلاجه ما يفسدش معكم. واحد الحيله جد جد رائعه. اشنو هي هاد الحيله هادي؟ اشنو كنحتاجوا فيها؟ كنحتاجوا فيها فقط الملح، الملح اي نوع نتوما عندكم ديال الملحه، والكميه انا جبت هنا غير كميه قليله ديال البيض البلدي. نتوما الكميه اللي بغيتوها شريوها من اليوم، ما تخافوش انه يخسر معكم. كتجيبوا واحد الانيه شي سوبر عندها الغطاء اولا بلاش اولا، المهم نتوما فاش ما بغيتوا، ولا شي سله هكا ديال الدوم ولا اي حاجه فاش بغيتو نتوما تخزنوا البيض ديالكم. كنجيبوا الملحه اول حاجه، كنفرشوا واحد الطبقه ديال الملحه من الاسفل. كنجيبوا البيض ديالنا بسم الله، كنحاولوا اننا نستوه بهذا الشكل هذا، ما تغسلوه ما حتى شي حاجه حتى تبغيو تستعملوه. يعني البيض راه حتى فاش تبغيو تحتفظوا به في الثلاجه ما خصكمش تبقاو تغسلوه. كنجيبوا الملحه وكنغطيو البيض ديالنا بهذا الشكل هذا، يعني كديروا الكميه اللي نتوما باغيين بهذه الطريقه هذه، وكتمشيو الى عندكم كميه كثيره نتوما كتستفوا في البيض ونتوما كتغطيو بالملحه، نتوما كتستفوا في البيض ونتوما كتغطيو بالملحه حتى ما تيبقاش البيض نهائيا يبان بالملحه. هذه الطريقه هذه ديال انكم ديروا البيض وديروا عليه الملحه كتحافظ عليه المده ديال حتى 6 شهور، يعني تيبقى معكم شهوره، يعني ما كيضيعش هذا البيض معكم نهائيا. ولكن انكم تغطيوه بالملحة حتى تتساليو وتغطيوه كاملو بالملحه من الفوق، وكتحتفظوا به في واحد المكان اللي هو ما فيه ممكنش يتعرض للحراره اولا حدا الفران ولا شي بلاصه اللي تكون مظلمه وتكون ما فيهاش رطوبه، وكيبقى معكم مده طويله. تنتمنى ان شاء الله الحيله انها تنال الاعجاب ديالكم، وندوزو الحيله المواليه. وبالنسبه لهذه الحيله، هذه الحيله ديال اللي غنقدم لكم دابا، وهي الا كان عندكم شي مرق زائد في الحوت اولا في الطاجين اولا في اي حاجه نتوما طيبتو ولقيتو فيها المرق كثير، اشنو كديرو؟ كتنقصوا واحد القدر كما هنا هذا البنات راه نقصته هنايا وقرب يتلصص هذا المرق ديال الحوت. لقيت شويه انه زايد عندي والحوت طاب، طفيت على الطاجين ولكن نقصت المرق ديالي هنايا. دابا صافي تقريبا راه تشرب تقريبا صافي، راه ولا هو هذاك. غادي نرجعوا دابا للطاجين. هذه كحيله بالنسبه لكم طيبين الطاجين اولا مطيبين في الكوكوت اولا اي حاجه طاب لكم اللحم وطابت الخضره ولكن عندكم لاصوص كثير، شنو كديروا؟ كتاخذوا كسرونه اولا مقله وكتنقصوا فيها وكتطفيو على اللحم ديالكم اولا الخضره ديالكم باش ما تهراش وباش ما تخسرش، وكيتشرب لكم لاصوص ديالكم بواحد الطريقه جد رائعه. ولا الا كنتو هكا زربانين اولا شي حاجه صافي كيتلصص. دابا انا غنطفي عليها البنات صافي، وغادي نردو الطاجين ديالي. كنتمنى ان شاء الله هاد الحيله انها تنال الاعجاب ديالكم، وغادي نوريكم كذلك حتى الطاجين تشوفوا كيداير. ها هو الطاجين البنات، دابا غادي نرد ليه هاد لاصوص هذا اللي انني درته في المقله حتى تشرب. دابا غادي نديرو عليه بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا، ودابا راه غيجي لذيذ ما شاء الله. غادي نحاول نهبطو بالمعلقه لان كنصور بيد وكنشد بيد. كنتمنى ان شاء الله هاد الحيله انها تنال الاعجاب ديالكم باذن الله. الاخير حيله، اخر حيله اشنو غنديروا؟ وهي الطاجين. الطاجين الاغلبيه ديال السيدات هكا اللي كيتحرق لهم اللحم فاش كيبغيو ينصبوا الطاجين، وبالاخص لاننا في الشهر الفاضل كنستعملوا الطواجن بزاف. ولكن انا راه حتى بلا رمضان البنات كندير دائما الطاجين. المهم هاد الحيله كانوا زمان امهاتنا كيديروا القصب، كيديروا القصب بالاخص للطواجن ديال الحوت. اما دابا الحيله والطريقه اللي كندير انا وهي الجزر، كتاخدي واحد الجزاره وكتحي وتتقطعيها هكا على شكل اشريحه وكتفرشيها تحت اللحم. بهذه الطريقه هذه عمر اللحم ديالكم ما غادي يلصق معكم ولا يتحرق، اللهم الجزاره وحده تضيع ولا اللحم يضيع. المهم راه هذا الجزر هذا كيزيدكم غير الدال الدال بزاف للطاجين ديال الخضره، ومع انه بالاخص الا كان قزيبري كان داك الحلو كيزيدكم غير الدال للطاجين ديالكم، هو اللي كيتعرض شويه للالتصاق ولا هو اللي شويه كيتحرق، واللحم ديالكم تيبقى بسلام وكيبقى جد رائع. حتى تشحروا اللحم ديالكم وتساليوا، ماشي تديروا الطريقه من البدايه، هاد الطريقه حتى
يتشحر اللحم مزيان حتى تبغيو تلوحوا الخضره، حتى تبغيو تلوحوا الخضره عاد باش كطرفوا اللحم ديالكم لواحد الجانب وكتستفوا الجزر ديالكم وكترجعوا اللحم ديالكم كتحطوه على الجزر ديالكم وكديروا الطريقه اللي نتوما باغيين ديال الخضره وبالصحه والراحه. بهذه الطريقه هذه كتامنوا على اللحم انه ما كيتحرقش لكم. كنتمنى ان شاء الله هذه الحيل انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وانهم يفيدوكم، حتى اخت ما عمر اللحم يتحرق ليها، بالاخص الطاجين تيبغي نار مهيله، الا درتي ليه نار مهيله راه ما كيتحرقش واخا ما ديري ليه لا جزر لا حتى شي حاجه. ولكن كما عارفين عصر السرعه، يعني شي مره كنبغيو نسبو كنبغيو نسرعوا شويه باش يطيب معنا بسرعه، كيتعرض اللحم للاحتراق. بهذه الطريقه غتكونوا مرتاحين. كنتمنى هذه الحيله وهذه النصيحه نالتنا الاعجاب ديالكم، وندوزوا باذن الله نشوفوا الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا كي جات باذن الله بعد ما دازت مرور ديال 10 دقائق. ودابا كيما شفتوا معايا بعد ما حيدت هاد العود هذا، بعد ما شدت الفطيره راسها حيدت هاد العود هذا الخشبي، وان شاء الله خليتها باش انها تحمر 10 دقائق اللي خدات معايا ديال التوقيت البنات، يعني فرمشت العين. غندوزو دابا باذن الله نحلو ونشوفو كيجاو معانا. كما كتشوفوا معايا الفطيرات ديالنا كيجيو ما شاء الله وما كياخذوش معنا وقت، يعني مده ديال 10 دقائق. دابا غنحاول انني نزولهم من هاد الاله هذه. غندوز دابا نحيدها باش نحطها في الصحن ديال التقديم. ممكن تزينوها باش ما بغيتو. كما كتشوفوا معايا كتجي جد رائعه وكتجي رطبه بزاف وكتجي هائله. كنتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم. غادي نجيب دابا الفطيره الثانيه نحيدها حتى هي. ودابا بعد ما قديت الجوانب كما كتشوفوا معايا يعني تتجي هائله هاد الفطيره هادي، او بانكيك او كيك المهم سميوه نتوما كيما بغيتو، كيجي رائع. ما خدوش معنا وقت نهائيا، مده ديال 10 دقائق اللي كياخذوا معنا وكيجيو رائعين. الزين تيبقى لكم اختياري، انا غنحاول نزينهم بالمربى وتشوفوا الشكل النهائي ديالهم فاش غنزينهم باذن الله. تيبقى هذا هو الشكل النهائي وهذا هو التزيين النهائي اللي درت ليهم. كنتمنى ان شاء الله انه ينال الاعجاب ديالكم. حاولت ما نغطيش هاد الخطوط ديال البانيني باش تبان هاد الفطيره انها ديال البانيني. دورت هنايا شويه ديال لوز ايفيلي على الجوانب، يعني هنا شويه ديال هاد الشكلاط حبيبات ديال الاطفال، يعني حاولت ندير تزيين بسيط وفي متناول الجميع، ودهنت ليهم الوجه ديالهم بالمربى. دابا غندوز نقطعها معكم تشوفوا كي جات من الداخل. كنتمنى ان شاء الله هاد الفطائر انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، انكم تجربوهم لانهم فعلا كيستحقوا تجربه وكيجيو ساهلين وسرع وكيوجدوا في 10 دقائق. ودابا بعد ما قطعنا وحده غادي تشوفوا معايا كيجا الشكل النهائي ديالها. هكا تتجي الفطيره ديالنا، كتجي هائله وكتجي جد رائعه. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وانها تنال الاعجاب ديالكم، فعلا كتستحق تجربه وكتوجد في مده ديال 10 دقائق. وغادي نقرب لكم هاد الفطيره الثانيه باش تشوفوها عن قرب ان شاء الله. هنا كيكون الفيديو ان شاء الله ديالنا سهله، وكنتمنى هاد الحصه انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم تستافدوا منها ولو بالقليل. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه وعلى التشجيعات الرائعه ديالكم، وما تنساونيش بلي لايك والبارطاج. والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه، وشكرا على المتابعه.